هاد الكورس ديال الاجتماعيات اولا باك الهدف ديالو هو الى باقي ما بديتي هذا هو الحل اللي درت لك ملخصات مكتوبه بالطريقه اللي تخليك تستوعبها وتجاوب على اي سؤال او مقاله في اي امتحان وتجيب نقطه زوينه. اللي بغى الكورس يتواصل مع هاد النمره في الواتساب، انا مخلي المكلف اللي غيهضر معك وغيقول لك طريقه الدفع وكيفاش غادي يعطيك الكورس في الواتساب على شكل بي دي اف. اهلا الاخوان، صافا صحه فطوركم ومرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي اللي ندوي فيها على اللي باقي ما بدا كيفاش يبدا، اللي باقي ما بدا التوجد الجهوي. نقول لك شنو ناقصك باش تبدا. كاينه واحد الحقيقه علميه من علماء الاعصاب تيقولوا فيها باللي الخلايا العصبيه اللي كتخدم مع بعضياتها كتشابك مع بعضياتها. هاد المعلومه راه ذهبيه، غيفهموها غير الناس اللي الراسخين في علم الاعصاب، وغيفهموها حتى الناس اللي عندهم مع البيانو. كل ما درتي شي حاجه كل ما زادت الاستجابه ديال عقلك او الدعم ديال عقلك ليها. بحال شي اغنيه ملي كتعاودها بزاف د المرات العقل ديالك تتولي عنده استجابه ليها واخا تكون ديك الاغنيه عيانه. دابا انت شنو ناقصك؟ ناقصك الولف. باش تبدا التوجد الجهوي خاص تدخل بالفكره ديال انه خاصك تصاوب ولف، ماشي انك غتقرا، انك غتولف، فهمتي؟ تما العقل ديالك تتولي عنده استجابه للقرايه، واخا يكون واخد عليها اخيب نظره تتولي عنده استجابة أنه يعاود داك النشاط. وهذا الشيء راه تيقولوا علماء الأعصاب. دوك الحوايج اللي كدير وانت ما عارفش علاش كديرهم العقل ديالك استجب لداك النشاط، فهمتي؟ بحال بعض المرات كتكون في شي بيت وما عارفش علاش انت في داك البيت، ولا حليتي الثلاجة وما عارفش علاش حليتي الثلاجة. داك النشاط العقل ديالك استجب ليه. دونك شنو هو الساروت؟ راه نفس البلان مع البريباراسيون، الولف، خاصك ولف. دابا انت غتكون كدير بزاف ديال النشاطات اللي مستجب ليهم عقلك حيت ولفتي. هاد البلان راه غيفتح لك بزاف ديال اللعبات، يعني تقد تختار اي احتمال في هاد الحياه، تقد تكون اي شخصيه في هاد الحياه. خاص غير العقل ديالك يدعم السمات ديال الشخصيه اللي بغيتي تكون، فهمتي؟ الاحتمال ديال حياتك انت دابا جاي من الاستجابه ديال عقلك الحوايج درتيها وعاودتيها. بوسيبل درتيها في الصغر ولا درتيها في الشباب، مهم درتيها وعاودتيها حتى عقلك ولا كيستجب لذاك النشاط، وتما الخلايا اللي كتخدم مع بعضياتها كتشابك مع بعضياتها. هذا الشيء اللي ناقص، انك دير النشاط وتعاودو 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 حتى كتولف عليه. بوسيبل يكون رياضه، يكون بريباراسيون، يكون لعب، يكون شي موسيقى، اي حاجه. انا نعطيك واحد المثال في كسكسو. كتعرف اللفت ياك، ديك اللفت ديك اللي اللون ديالها صفر، تتكون كاع ما كتحملها نتايا وامك كتعطيها قتله، يعني باك حتى هو تيعطيها صليه، تتعجبو اللفت، ديك اللفت الصفراء. كيتلذذوا باللفت، كيحسوا بواحد المتعه وهما تيذوقوها وتياكلوها. تا جالس كتشوف وات ذا فاك واتس جوين اون، علاش هادو تيديروا هكا؟ واش هاد الناس طبيعيين؟ واش هاد الناس عندهم نفس الدماغ ديالي، نفس الفم ديالي، نفس هاد القضيه هادي؟ راه داخله في الاستجابه ديال الدماغ، الخلايا العصبيه اللي كدير واحد النشاط وكتعاودو، الخلايا العصبيه اللي كتخدم مع بعضياتها كتشابك مع بعضياتها. يعني انت من نهار تكون عندك الوعي وبديتي كدير واحد الحاجه وتعاودها، بحال انك ما تاكلش اللفت ولا انهم يعطيوها لك وتنحيها، بقات معاك هذيك القضيه، والاستجابه ديال عقلك هي انه عمرو ياكل اللفت الصفراء. كاين استثناءات، انا عارف كاين استثناءات، المهم انا كندوي معاك الا كنتي بحالي. ولكن امك ولا باك ولا خالك ولا جدك عندهم استجابه ديال انهم كانوا كياكلوا اللفت وتعاودوا داك النشاط ديال الماكله ديال اللفت، و يعني العقل ديالهم كيستجب لهذا النشاط هذا. علاش؟ حيتاش الخلايا العصبيه تشابكات مع بعضياتها. انا كنقول التفسير حسب هذه الحقيقه العلميه، و نقول لك شنو ناقصك بالضبط، راه هو الولف.
الولف، يعني من الاخر الولف هو اللي ناقصك. وكيفاش كيتكون الولف؟ كتكونه بطريقة بسيطة جدا، انك تدير النشاط وكتعاودو وكتعاودو وكتعاودو، ما كيهمش الوقت اللي عاودتيه فيه، مهم كتعاود نفس النشاط وكتحبس وكتعاود نفس النشاط، كيتكون عندك داك الولف اللي كيخلي العقل ديالك يستجيب لهذا النشاط. الى باقي ما بديتي خد قرار، راه الخلايا العصبية اللي باقي ما تشابكت مع بعضياتها، خد قرار ان بغيتي عقلك يستجيب لهذا النشاط، النشاط ديال البريباراسيون. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في الفيديو الجاية غدا، وشكرا على الاستماع، الى اللقاء.